بسم الله الرحمن الرحيم. من أبواب السلامة أن يجنب الإنسان نفسه أمراضاً تؤثر على قلبه وتبعده عن ربه، ومن هذه الأمراض ارتكاب الذنوب والسيئات، ولا يسلم منها إلا من عصمهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وإن وسائل الخلاص من الذنوب والآثام كثيرة، إذ الخلاص منها سبب لصلاح المجتمع وتتابع خيراته وزيادة بركته. فالله جل وعلا ما حرم أمراً إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا وفيه صلاح العباد والبلاد. وإن فساد الأرض واختلال الأمن أحد أسبابه ارتكاب الآثام. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن السيئات ما يتعدى ضرره للغير، كأخذ الرشوة أو شهادة الزور أو سرقة المال العام أو أخذ أموال الناس بالباطل والخداع أو إيذاء الجار أو ظلم الآخرين، وغيرها كثير. ورمضان فرصة للإقلاع عن الذنوب والتوبة منها، وباب التوبة مفتوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم وفقنا للتوبة النصوح.